في حين أن العديد من الدول حول العالم تحب التباهي بقوتها العسكرية المتفوقة والكبيرة، وبعض الدول تنفق حتى مليارات الدولارات على الجيش، ليست كل دولة لديها قوة دفاعية عالية القدرة. بعض البلدان لا تستطيع تحمل تكاليف الجيش القوي، أو ببساطة لا تريده على أراضيها إطلاقاً. إذن ما هي البلدان التي لديها أضعف الجيوش في العالم؟ لنكتشف ذلك. أيسلندا، على الرغم من كونها عضواً في الحلف العسكري لحلف شمال الأطلسي الناتو، لم يكن لدى أيسلندا جيش نشط واحتياطي منذ أواخر القرن التاسع عشر. تقدم هذه الدولة المزدهرة المسالمة الدعم المالي والكوادر المدنية لحلف الناتو، لكنك لن ترى مسيرات عسكرية على الأراضي الأيسلندية. في المقابل لمساهمتهم، توفر دول الناتو لأيسلندا بموظفين عسكريين على أساس دوري. لذلك فإن أي قوات موجودة على الأراضي الإيسلندية تشبه لحد كبير الضيوف المؤقتين الذين يحملون سلاح. هذا يعني أن أيسلندا يمكنها تحمل تقليص ميزانية دفاعها، حيث تنفق 0.07% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 25.88 مليار دولار. يذهب هذا المبلغ الصغير بشكل رئيسي إلى تمويل خفر السواحل، وهو قسم صغير يتكون من حوالي 120 فرداً، ومع ذلك لا يزالون يلعبون دوراً مهماً في حماية مصالح أيسلندا في البحر، حيث يمثل صيد الأسماك جزءاً كبيراً من اقتصادها. مقدونيا الشمالية، جمهورية مقدونيا الشمالية كما يطلق عليها رسمياً هي دولة صغيرة غير ساحلية تقع في شبه جزيرة البلقان. يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 2 مليون نسمة. تبلغ مساحتها 25,713 كيلومتر مربع. تبلغ ميزانية مقدونيا العسكرية 108 ملايين دولار، وهو ما يمثل 0.85% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي. هذا منخفض جداً مقارنة بالمعدل الأوروبي البالغ 1.3% ونسبة 3.4 في الولايات المتحدة، خاصة بالنظر إلى أن مقدونيا الشمالية لديها تاريخ من النزاعات مع جارتها ألبانيا. ومع ذلك يسمح هذا المبلغ الصغير نسبياً لجيش جمهورية مقدونيا الشمالية بالحفاظ على القليل من جيش بري وسلاح جوي، نظراً لأنها ليست بالقرب من البحر فلا توجد لديها أي قدرات بحرية، لكن لديها 14 طائرة هليكوبتر نقل وأربع طائرات هليكوبتر هجومية بدعم من 13,000 فرد عسكري فقط، 5,000 منهم من الاحتياط. سورينام، في الأربعين عاماً الماضية شهدت سورينام ليس فقط انقلاباً واحداً بل انقلابين، فضلاً عن حرب أهلية أدت إلى انهيار الجيش. يعاني البلد الوحيد الناطق باللغة الهولندية في أمريكا الجنوبية من نقص حاد في القوات العسكرية والطائرات وحتى السيارات، مع أن القليل من ما تملكه مهترئون إلى حد كبير وقديم. قد تكون القوات المسلحة لسورينام التي تتكون من 1850 فرداً نشطاً تم اختيارهم من إجمالي عدد سكان البالغ أقل من 600,000 نسمة. وهناك نقص في المعدات، لدى سلاح الجو في سورينام 3 طائرات هليكوبتر فقط في خدمته. لفترة طويلة كان لدى البحرية وخفر السواحل 3 قوارب دورية تم شراؤها في السبعينيات، ولكن بحلول أوائل العقد الأول من القرن 21 أصبحت قديمة جداً، لدرجة أنه لم تبقى أي منها في الخدمة على الإطلاق، حتى تم شراء 3 قوارب جديدة في عام 2012. منذ ذلك الحين أصبحت سورينام تعتمد على التبرعات العسكرية من الدول الأخرى، حيث أن كل تلك الانقلابات والنزاعات الداخلية أثرت أيضاً على اقتصادها. مع كل تلك المشاكل التي تعاني منها قواتها المسلحة، ليس من المستغرب أن تصل ميزانية الدفاع في سورينام إلى 63 مليون دولار فقط. هذا لا يكفي حتى لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35. كيف من المفترض أن تخيف أعداءك بدون طائرة؟ لوكسمبورغ، تقع دولة لوكسمبورغ الصغيرة غير الساحلية على حدود بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا. على الرغم من أنها تشعر بكونها ملاذا ضريبيا، إلا أن الضرائب ليست النزاعات الوحيدة التي تتجنبها، نظرا لأنها صغيرة جدا، وأن أكثر من 40% من سكانها البالغ عددهم 600,000 نسمة هم من الأجانب. فإن القوات المسلحة في لوكسمبورغ متواضعة على أقل تقدير،
كونها غير ساحلية يعني أن البلاد لا تمتلك أي بحرية على الإطلاق، لكن لديها سلاح جو صغير لديه حالياً إمكانية الوصول إلى طائرتين هليكوبتر متعددة الأغراض على الأقل. حجم جيشها المتطوع بالكامل يبلغ إجماله 939 شخصاً فقط. الصومال: منذ الإطاحة بحكومتها في عام 1991 تشهد الدولة الإفريقية الصومال حرباً أهلية جعل هذا تنظيم الجيش أمراً صعباً نوعاً ما، في حين أن الصومال لديها جيش رسمي نشيط يضم 20,000 فرداً، إلا أن هذا الأشياء مقارنة بحجم سكانها الذي يزيد عن 15 مليون نسمة. يؤدي حجم النزاعات الداخلية إلى انضمام جزء كبير من السكان إلى قوات مقاتلة خارج الجيش الوطني الرسمي، كما يعني ذلك أن مركبات الجيش المدرع البالغ عددها 110 دبابات عادة ما تكون مشغولة بمحاربة المشاكل المدنية بدلا من الدفاع عن الحدود. سيضع هذا الصومال في وضع غير مواتي للغاية إذا ما هاجمت دولة أخرى. على الرغم من أن لديها أطول ساحل في البر الرئيسي الإفريقي، إلا أن بحريته كانت غير موجودة تقريبا حتى عام 2012 بفضل تأثير المدمر للحرب الأهلية على معظم المؤسسات الوطنية. ومع ذلك في ذلك العام تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تمويل القوات البحرية الصومالية، ولكن حتى مع التمويل الخارجي فإن ميزانية دفاع الصومال تبلغ 62 مليون دولار فقط. للمقارنة فقط، ميزانية الولايات المتحدة مضروبة في 12,000 ضعف بمبلغ يصل إلى 750 مليار دولار، شيء لا يصدق. بوتان: تعرف رسميا باسم مملكة بوتان، هذه الدولة الصغيرة في جنوب شرق آسيا تشتهر أكثر برهبانها وأديرتها منها بجيشها، على الرغم من أن كليهما كانوا يبدو مثيرا للاهتمام على حد سواء نظرا لكونها دولة حبيسة تماما، فإن هذه الدولة التي تبلغ مساحتها 38,394 كيلومتر مربع لديها 7,000 فرد عسكري فقط بدون ساحل، لا تحتفظ بأي نوع من البحرية ولا ترى فقط حاجة إلى الدبابات من أي نوع. لديهم طائرتان هليكوبتر و27 مركبة مدرعة للمساعدة في حفظ السلام. حصلت على هذه المركبات عندما خاضت بوتان الحرب لأول مرة في تاريخها في عام 2010 في القتال ضد مجموعة صغيرة من الانفصاليين الهنود المجاورين. تمكن الجيش الذي كان يضم آنذاك 6,000 جندي فقط بالكاد من صد هجومهم، ولكن كونها دولة فقيرة بالموارد الطبيعية وتضاريس جبلية، تتمتع بوتان بميزة دفاعية تتمثل في أنها لا تستحق الغزو أصلاً، وهذا أفضل سلاح ربما. كوستاريكا: كما قد يبدو مفاجئاً، فإن جمهورية كوستاريكا نجت بالفعل بدون جيش حقيقي لأكثر من 70 عاماً. بعد نهاية حرب أهلية مروعة في عام 1948، تم حل مشكلة الجيش لضمان عدم قيام القوات الحكومية أبداً بقمع مواطني كوستاريكا بوحشية مرة أخرى. تم استبدال الجيش بما يعرف بالقوة العامة لكوستاريكا، والتي تضم وحدات مثل الحرس المدني وخدمة المراقبة الجوية. تتكون القوة العامة من حوالي 12,000 ضابط مسؤولون عن التنفيذ العام ومكافحة المخدرات وحرس الحدود، ومع ذلك فهم ليسوا مجهزين تجهيزا جيدا للحفاظ على النظام والحماية. حتى عام 2018 كان لديهم فقط 70 سفينة أساسية للغاية ذات نطاق محدود قادرة على الدورية على طول ساحل البلاد البالغ طوله 800 ميل. هناك جانب إيجابي لعدم وجود جيش: من خلال عدم تمويل أو صيانة المعدات العسكرية باهظة الثمن أو التدريب أو الأفراد، تتمكن كوستاريكا من وضع أكثر من 7% من ناتجها المحلي الإجمالي في التعليم، هذا أعلى بكثير من نسبة 5% في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلى بكثير من نسبة 1.3% في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التركيز على التعليم بدلا من العسكرة إلى إنشاء والحفاظ على جمهور مطلع وتعزيز الاستقرار داخل البلاد لمنع وقوع حرب أهلية أخرى. من الناحية العسكرية قد تكون كوستاريكا على الجانب الأضعف، لكن هذا لا يعني أنها ليست ذكية. البوسنة والهرسك: يقولون إن الألماس يساغ تحت الضغط، لكن هذا لا ينطبق حقا على القوات المسلحة في البوسنة والهرسك. قامت هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا بتشكيل جيش في خضم حرب البوسنة عام 1992. أدى التحول السريع وعدم القدرة على الوصول إلى الإمدادات إلى أن جيش هذا البلاد
كان يتألف من أشخاص عاديين والحصابات الإجرامية، على الرغم من إعادة تشكيله في أوائل العقد الأول من القرن 21 إلى أن الأمور لم تتحسن كثيراً، على الرغم من أن البوسنة والهرسك لديها جزء صغير من الساحل يبلغ 12 ميلاً فقط، إلا أن البلاد لا تمتلك أي قوات أو معدات بحرية. يعتقد أن سلاح الجوي لديهم يحتوي على 19 طائرة هليكوبتر فقط، لكن التقارير تشير إلى أنه لا يوجد أي منها مصمم بالفعل للدفاع. يمكن العثور على القليل من القوة التي لديهم في قواتهم البرية، والتي تتكون من 10,500 فرد عسكري فقط، في حين أن هيكل القوات المسلحة في البلاد يسمح بسعة 6,000 جندي في الاحتياط، إلا أن هذه الاحتياطات غير موجودة بالمرة. على الرغم من كل هذا النقص في القوة العاملة، فإن البلاد لديها ميزانية دفاع عسكري كبيرة نسبياً تبلغ 165 مليون دولار. بنما ألغت دولة بنما جيشها في عام 1990 بعد أن حكمتها ديكتاتورية عسكرية لعقود من الزمن. قامت الحكومة الناجحة بإزالة جيشها واستبدلت به القوة العامة البنمية. تتكون هذه القوات من الشرطة الوطنية والطيران والبحرية ووحدات وحماية الحدود، وبعضها يتمتع بالفعل بقدرات حربية، لكنها تبقى تحت رقابة صارمة للغاية. بالنسبة لعدد سكان يبلغ 3.8 مليون نسمة، يوجد ما يقدر بنحو 10,000 فرد نشط فقط. على الرغم من موقعها على حد أهم الممرات المائية في العالم، لا تمتلك في المجموعة البحرية إلا 33 سفينة، 16 منها عبارة عن قوارب دورية مخصصة، كما أن مجموعتهم الجوية ليست بالضبط مليئة بالإمدادات، حيث تعتمد على 23 طائرة هليكوبتر فقط، بعضها مخصص لخدمات الإسعاف. وأخيراً وليس مفاجئاً تماماً، تمتلك بنما ما مجموعه 0 طائرة مقاتلة. موريشيوس. تعرف دولة موريشيوس الجزرية في المحيط الهندي بشواطئها الجميلة وشعابها المرجانية أكثر من شهرتها بجيشها أو عدمه، على الرغم من امتلاكها لأحد أقوى الاقتصادات في المنطقة الجغرافية لإفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن هذه الدولة التي هي عبارة عن جزيرة يبلغ عدد سكانها 1,200,000 نسمة، لا يوجد لديها دول مجاورة لتهددها بالغزو، نظرا لعدم وجود حاجة لتوسيع حدودها منذ حصولها على الاستقلال من بريطانيا العظمى في عام 1968. لم تشعر موريشيوس بالحاجة لتطوير جيش نظامي أو احتياطي، ومع ذلك فقد طورت قوات شرطة موريشيوس التي تتكون من 12,500 ضابط فقط مكلفون بكل شيء، بدءا من دورية خفر السواحل إلى مكافحة الشغب. ولكن بالنظر إلى أن الجزيرة من المرجح أن يغزوها السياح أكثر من الدول المجاورة، فإن ميزانية الدفاع في موريشيوس تبلغ 22 مليون فقط، هذا يشكل 0.15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. لذا حتى مع احتواء قوات الشرطة على وحدة شبه عسكرية صغيرة تبلغ حوالي 1,400 جندي، فلا يذكر أنهم استثمروا إلا في 6 طائرات هليكوبتر لنقل الشرطة و3 طائرات دورية بحرية. موناكو. على الرغم من امتلاكها لميزانيات كبيرة لعائلات ملكية وكازينوهات وسباقات فورمولا 1 السنوية، إلا أن موناكو بتأكيد لا تنفق الكثير على دفاعها. على الرغم من أن 32% من السكان من أصحاب الملايين، فإن ثاني أصغر دولة في العالم ليس لديها قوة عسكرية نظامية. تقع أي مسائل رئيسية في دفاع موناكو في حضن فرنسا المجاورة، لكن موناكو ليست في عزلة تامة بدون شقيقتها الفرنسية، لدولة ذات السيادة وحدتان عسكريتان صغيرتان، إحداهما تحمي الأمير والقضاة، والأخرى مسؤولة عن الدفاع المدني وإطفاء الحرائق. على الرغم من أنه من المفترض أن موناكو لديها قوة عسكرية مشتركة تبلغ حوالي 260 فرداً، فإن حوالي 140 منهم يشكلون خدمة الإطفاء. هذا يترك البلاد بأكملها مع حوالي 124 جندياً، ربما يمكن التغلب عليهم بشخص واحد ومسدس وحمار. على الرغم من عدم وجود القوة النارية، فإن أسوأ جزء في جيش موناكو هو مجموعة الزي الرسمية الغريبة إلى حد ما،